عايزه اتكلم عن السؤال اللي حضرتك ما جاوبتش عليه لحد دلوقتي. حضرتك سافرت مع بعثات كتيره قوي للنادي الاهلي في افريقيا بالذات، والهلال وسان داونز يمكن برضو يعني في حاجات كتيره قوي يمكن حصلت او في مواقف يعني خلينا نقول حصلت فيها بالذات في السفريتين دول على مستوى شعبيه النادي الاهلي في القاره الافريقيه. ده انا عايزه اعرفه يعني الشعبيه اللي كنت بكلمك عنها، شعبيه النادي الاهلي. بص حضرتك، اسم النادي الاهلي وقيمته يعني بره مصر وجوه افريقيا معروف غير طبيعي. يعني كم الاحتفاء، وطبعا بيبقى بيلعب فريق منافس بيبقى الجمهور اللي هناك طبيعي عايز ان هو يكسب، بيبقى فيه كم شحن. بمناسبه السفريتين كنا في ماتش الهلال، كان كابتن محمود الخطيب رئيس الباسه، كنت موجود معاهم. اولا اللي شفنا قبل ما نسافر السودان كان في كم شحن غير طبيعي في السودان على الماتش بتاع الهلال. يعني حاجه كانت خدت خلاص بعد سياسي كمان. الحمد لله اما سافرنا مجرد ما وصلنا وجود كابتن محمود بشعبيته الطاغيه هناك يعني فرقت كتير جدا، يعني كم الاحتفاء والتكريمات اللي حصلت من لاعيبه السودان القدام وناس رموز جوه السودان بالكابتن محمود في وجوده وبالبعثه كان غير طبيعي. يعني لغايه ما وصلنا الماتش طبعا الجمهور كان غير طبيعي مالي الاستاد، حماس يعني تعدى الحماس. ده حقيقي. يعني احنا لعبنا في السودان كتير حماس كان الجو والحمد لله يعني ربنا ستر، وحتى النتيجه الحمد لله النتيجه المرضيه بالنسبه لينا. حصل بعد الماتش كان في موقف حتى خلاص الماتش انتهى بكل معطياته بقى الحماس الجمهور اللي كان غير طبيعي تعرف عليه يعني. لا كان تعدى شويه كمان. يعني كابتن محمود بالاتفاق مع السفاره مع الناس المسؤوله على الامن هناك في السودان ان احنا اصر نستنى لغايه ما جمهور الاهلي نطمن عليه، فطلب منهم تجميعهم قدامنا يعني قدام المقصوره، المدرج اللي هو قدام المقصور تحت المقصور على طول اتجمعوا تنهوا يعني كابتن محمود واقف واقفين لغايه ما يخرج الجمهور ونطمن عليه. ما خرجتوش غير لما طمنت على جماهيرنا انها في امان. واللي اعقب الكلام ده كمان الحمد لله حاجه جميله جدا حفاظا على العلاقات هو ده برضو النادي الاهلي. ان احنا لما رجعنا مصر ما اشتكيناش لنادي الهلال على عكس ما كان طبيعي يعني ممكن بعض الانديه تعملها، المفروض يحصل شكوى لم يحدث هذا. كل الكلام ده بيبقى ليه تاثير على العلاقات غير طبعًا طبيعي يعني. اكيد. جنوب افريقيا افتكر المنظر يعني مشهد كان سان داونز اللي هي بقى حته النادي الاهلي فعلا. احنا دايما لو حد فينا مسافر مع الفرقه بقى اللي موجود في مصر من المجلس من الزملاء اللي بيتكلموا ويطمن او نبارك لبعض بعد الماتش اما ربنا يوفقنا. فلقيت العميد محمد مرجان المدير التنفيذي بيكلمني اول ما الماتش خلص يعني. فبقول له الحمد لله، قال لي الحق بس بسرعه ده في مشجع رجله اتكسرت ووصف لي المدرج مشجع لينا للنادي الاهلي. فطبعا عايز اكلم حد في الملعب بيلحقوا من هناك لان كنت شايف كابتن صالح حفيظ في الملعب يعني. فنزلت شويه لغايه ما وصلت اندى على كابتن سعيد يعني. جمال النادي الاهلي الحمد لله وده الطبيعي برضه ظهر بقى في الموقف ده المنظر ده، كابتن صالح حفيظ راح للمشجع شاله ودخل بيه، انا بلغت انه في مشجع موجود في المدرج الفلاني رجله اتكسر، شاله في الملعب ودخل بيه لغرفه اللعيبه والدكتور خالد محمود جبسه حبيبي. يعني النادي الاهلي شخصيته الحمد لله يعني بيدان. ما هو دايما بنقول ان النادي الاهلي مختلف ودايما الاختلاف دوت، وهرجع تاني التحديات الكتير لانك مختلف والنادي الاهلي في حته تانيه خالص. والامثله اللي حضرتك بتقولها ان عضو مجلس اداره ورئيس النادي بيبقى يفضل في الاستاد لو في اجواء شغب شويه ويطمن على جماهيره انها تخرج الاول، ده شيء يحسب وده النادي الاهلي. يعني ما بقولش يحسب للكابتن الخطيب لان الكابتن الخطيب جزء من كيان النادي الاهلي بالزبط. فدي السياسه الطويله اللي ماشيين عليها يعني.